احنا عندنا مشكلة فعلية كأشخاص حساسين بأن احنا نعرف نعطي الحزن حقه، نعرف نعطي الناس اللي غادروا من حياتنا حقهم، نعرف نعطي الذكريات حقها، ولكن ما نعرف نعطي الناس اللي موجودة في حياتنا الحين حقها، ولا نعرف نعطي أيامنا الحين حقها، ولا نعرف نعيش يومنا كثر ما نفكر بأمس. فلو اختلفت الأيام واختلفت الأماكن، من بقي ثابت من الأصدقاء والرفاق والأحبة هذا اللي إن شاء الله الرأس، غير كذي عفى الله عما سلف.